استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع السيد الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين.